وليالي يجون هنا على شباب سوق الشيوخ يصورون ويطلعون. الجماعة شافوني مهتم بهاي الشغلة. فصرنا ايد واحدة كاتبنا احنا والجماعة المنطقة الاخ علي والاخ حيدر والاستاذ صلاح. فجبنا اول بداية تيارات صبغناها نظفناها وزعناها على كل بيتين الناثنين والناثنين. الجماعة يعني ساهموا بالمبلغ اشتري هذا الشيء يعني بسيط. والله ما شاء الله والأضوية التنمير من الأخ حيدر هو مهتم والنظافة يومية تنظيف. وأنا أنصح مو أنصح يعني تفت توجيه منطقتنا سوق الشيوخ كل الشوارع فالشيء يعني حلو يجذب نظر راحة نفسية للبيوت والشارع ما شاء الله نظيف يعني دائما غسيل وتنظيف والحمد لله. ما بدأها الملا يوسف أبو أحمد اللي كمل الأشجار وبعدين بادر بالوضع الكاربس اللي هاي الأشجار اللي موجودة أبو مشاري علي عبد الكاظم وأولاد أخته. وأنا بديت بصيانة المصابيح والحمد لله رب العالمين على هذا الإنجاز.